اخوان السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كنغيب عليكم وكنرجع، مهم للضروره احكام. اليوم الاخوان جبت لكم واحد الدار. الناس اللي كانوا كيسولوا على الديور شحال هادي، المهم جبت لكم واحد الدار واجده غيدخل ويسكن اخويا، ما تبني ما تعلي ما والو، ما تشوف القايد ما تشوف المقدم، دخل للدار وسكن اخويا. دار جديده البني تاعها جديد، وجاي في واحد الشارع اللي كبير، جاي حداك الجامع، الصيدلية حداك، المقاطعة حداك، الجوطية جاي حداك في الدورة، مهم كل شيء حداك. دار واجد اخويا ولا اختي. مهم دار الاخوان نحكي لكم على الدار كيف دايره من الداخل. الدار فيها اخوتي 70 متر تحت وفيها 80 متر فوق، كاين البني وكاين الكراج الفوق، خاص بعض الاصلاحات خفيفه وصافي، ماشي يعني مهم ماك فاهمين. واخا تشري دار جديده ضروري وما دير الاصلاح، داكشي الدوق ديالك انت غادي تحطو في ديك الدار كيراك باغي. المهم الدار خوتي مريقله، الكراج عندها زوين، عندها الصالون زوين، الكوزينه عندها، كاين ثلاثة البيوت الفوق وكاين الكوزينه، لتحت كاين الكراج، كاين الدوش وكاين التواليت، والفوق السطح كاع الفوقاني ما فيه حتى حاجه. المهم الاخوان الدار هذه جايه في مولاي علي الشريف، واش نقول لكم، الدار البني تاعها جديد، البني تاعها جديد، ويعني ما ليش ترجع تمشي تشري بلاصه وتبني وهذه وهذه بزاف د المشاكل وهذه. المهم دار اخوتي واجده، هي هذه الدار، غادي نخليكم النمره تاع السيد مول الدار، ونخليكم بعد الفيديوهات تشوفوا الدار كيفاش دايره من الداخل وهذه وهذه. You wanna dance?